أحرز الشباب. أني أنت كذي دايما يكون أنت كذي. ده الفرح الليلة حيبقى فرح العمر يا نعيم، فرح العمر الصحيح. رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي ذبحني، رمش عينه. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه. ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي، ليلة من ذات الليالي كنت خالي وقلبي خالي. السهر معرفش عيني والغرام ما جاش في بالي، فات عليا الحلو الاسمر، رمشو قال لي حب واسهر، فات عليا الحلو الاسمر، رمشو قال لي حب واسهر. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه. وردي وسنة لولي من بعيد تبسمولي، شفة وردي وسنة لولي من بعيد تبسمولي. صوروا للحب جنة واعمل ايه يا ناس قولولي، غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت أمري، غصب عني مش بخاطري للجميل سلمت أمري. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه. خدوني بالمحبة عشموني، العيون سود خدوني بالمحبة عشموني، وبحور الشوق عيني غرقوني ودوبوني. هي دي كل الحكاية البداية للنهاية، هي دي كل الحكاية من البداية للنهاية. مين يا ناس يحكم ما بين قلبي وبينه؟ رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه، رمش عينه اللي جرحني، رمش عينه. اتفضل اتفضل.
تفضل يا ابو علي. انتم لكم مخصوص. متشكرين يا حاج عبد العزيز. طب اتفضل بس. كتر خيرك يا حاج. انا مش عاوز اتعبك. اتفضل انت ويا المعازيم وانا هستنظر الرجاله. طيب يا ابو علي. يا رب يا ساتر. حسن. حسن. مين؟ انني حسن بس عاوزك تكلمني. خير يا صبي. أصلي سمعتك المرة اللي فاتت. المرة اللي فاتت؟ أيوه. بتقول إيه يا حسن؟ سمعتيني فين؟ لما غنيت فرحنا واحد بنت المأذون. ده مأذون بلدك وراجل طيب. النبي يا حسن انت طيب قوي. كتر خيرك. كتر الف خيرك انت يا حسن. على ايه؟ كتر الف خيرك وبس. دي فرحانه بالقوي يا حسن. نعيمي يا دي الحسن يا ولاد. انت كلمت في عقلك؟ تعالي لحد يشوفي. انا مش حاجه دلوقتي. يبقى اسم الكريمه نعيمه؟ ايوه. عاشت الاسامي يا نعيمه. انت جيتي منين يا نعيمه؟ وبنت مين تبقى يا نعيم؟ أخويا متولي البناخلي، كان قريب العروسة. تنصاني يا نعيم. ربنا يخليك يا سي حسن. أطلع بقى يا سي حسن. لا، خليكي كمان شوية يا نعيم. أنا نفسي تاني واقفة كده على طول، لكن. لكن خايفة، مش كده؟ مش عارفة يا سي حسن. طب اطلعي أنت يا نعيم. يا فاطمي تاني لسه متاخده كده. يا نعيمه الفجر قرب يشقشق واني مش عاوزه انام. لكن انا عايزه انام يا اخت عشان بكره من صباح تربني هسافر على المركز. حسن كمان ماله يا نعيمه؟ بكره هيسافر يا ولاد. تعرف يا فاطمي ان حسن ده شكله حلو قوي. عرفت يا نعيمه؟ عرفت. وتعرفي كمان يا فاطمي ان حسن ده شكله حلو قوي. وحياه سيد ابو حلاوه عرب. كنت وقفت معاه كمان شوية. كان دخل عطوة بإسماعيل. إله تنحش يا عطوة يا ابن عيشة. إله تنحش. ينحش يا أختي بس أنا يا سلام يعني تهدد ويا مين يا شيخة؟ ما قلت لك خلاص يا نعيمي. أني هركب القطر اللي حيركبه حسن الصبح. وبعدين؟ وبعدين؟ هشوف لك ميته. وتفتكري إيه ميته يا فاطمة؟ أنا عارفة لسه يا نعيمي. يعني تفتكري ايه ميته يا شيخ؟ انت مش لك ان احنا نقابله وخلاص. يا ريت يا اخواتي يا ريت. طيب انا هكلمه وان شاء الله هخليك تشوفيه. وهو هيسمع حديدك ويهز دماغه كده ووشه اسمر ومسمسم وعينيه صافيه وبتبرق يا فاطمه وصوته حلو بالقوي. يا ما نفسي اشوفه يا ام الحاج. اقول لك ازاي وتسيبيني انا؟ ايوه قولي لي ازاي يا فاطمه. اتضحك كده تروحي على دار الحاج عبد الحق. ايوه النبي صحيح. وتعملي كانك رايحه تشوف العروسه في الصباحيه. ايه؟ ايوه النبي صحيح. اه يا بنتي يا عبيطه ازاي انا ما فكرتش في الحكايه دي. عايزينك تيجي حدانا كتير يا ابو علي. ربنا يجعل ايامكم كلها افراح يا حاج عبد. والله كانت ليله قرف العمر كله. يا صباح الرضا. صباح الخير. هو محدش بيعمل فراشه الا انت؟ ما تنفعش ال 10 جنيه دول يا عم الشيخ متولي. خد ادي 2 جنيه مني اهي. يلا يلا بينا بقى يا عم الشيخ متولي. يلا. الله نعيمه. صباح الخير يا عم الحاج. يسعد صباحك يا بنتي. صباح الخير يا عم الحاج. يسعد صباحك يا نعيمه. عقبالك يا بنتي. بنتي يا نعيمه. صباح الخير يا ابا. انت يا بنتي جايه ليه دلوقتي؟ جايه ليه؟ غريب. ايوه ايه اللي جابك هنا؟ اصل النهارده صباحية العروسة يا بابا. يا سلام. يا سلام عليك. لازم اجي. لازم تيجي. امال يا شيخ متولي بنتك تفهم الواجبات. طب يلا روحي على العروسة. كتر خيرك يا بابا.
عقبال البكاري. ما قلنا عقبال نعيمة. وانت يعني هتتأخر هنا ياما؟ لا انا رايح الدار بعد شوي. روح انجي مع السلامة. الله يسلمك. نستأذن احنا بقى عشان نحصل الرجالة. شرفت البلد يا ابني. الله يشرف مدارك يا حاج. وان شاء الله بقى عم الشيخ متولي يبقى يزورنا مرة. ازوركم فين يا ابني؟ في بلدنا عم الشيخ متولي. هم المغنواتية لهم بلد. قصدك ايه يعني؟ انا عارف قصده، يعني ان المغنواتي راكد ابن فن وكل البلاد بلاده. تسلم وتعيش يا حاج. سلام عليكم. مع السلامة يا ابني. مع السلامة. عواف يا سحاز. الله يعافيك يا ست. أنا فاطمة. فاطمة الدلال. مرحبا بك يا ست فاطمة. أنا مسافرة على الباندا. سفرية هنا إن شاء الله يا ست فاطمة. بس عايزك في كلمتين كده بخصوص نعيم. نعيمة؟ خير يا ست فاطمة. خير يا أخوي. أصل نعيمة ما بتخبيش عني حاجة أبدا. هي قالت لك حاجة؟ دي حبة عيني مسهرانة معاها لغاية الصبح. والله ومن سمعك يا ست فاطمة. دي بتشعتف عليك قوي يا سي حسن. ربنا عارف الحال من بعض يا ست فاطمة. تعرف يا سي حسن؟ خير. أنا ونعيمي حنكون في البندر يوم الثلاث الجاي. كده؟ يا ما حسن الصدف. طب داني كمان حكون يومها في البندر. صحيح. أيوه صحيح. أصل حدايا مشوار مهم قوي هناك. بس يعني أقدر أشوفكم يومها. أمال تقدر قوي؟ ده حيكون يوم عيد يا ست فاطمة. ونعمة كمان هتفرح قوي يا سي حسن. ضروري تيجي يا سي حسن. أمال ده شيء مش بالإيد يا ست فاطمة. بس فين هنتقابل؟ زي ما أنت عاوز. نتقابل عند الكوبري اللي على البحر. إيه كويس قوي. والساعة كام؟ زي العصر كده. زي العصر كده. خلاص خلاص اتفقنا. اتفقنا. تقعد بالعافية يا سي حسن. الله يعافيك. نعيمة محلل يا ولاد. بتعرفني شكل حلو كده. بنتي قمر يا نعيمة. طب مش كنت تجلبيه لي احلي؟ والنبي الجلابيه اللي عليك محندقاكي بالقوي يا محندقه بالسك. يا بخت اللي هياخدك يا ست نعيمة. بس ياخدني ما شاء الله. انا عايزه ابقى زي سنيوره كده. ما انت سنيوره يا ست نعيمة. سفره عزيزه اتفرجي يا سنة. ما شاء الله بنقبل القطر ما يمشي. يلا يا فندم. يلا بالسلامه يا ست نعيمة. أني رايحة بقى يابا. يا أهلا وسهلا بالغالية. إزيك يا عم الحاج؟ وعلى فين يا نعيمة؟ أصلاً يا مسافرة معايا على البلد. عايزة تشتري شوية حاجات ليه؟ أيوة من الحاجات اللي قلبك يحبها. أصل نعيمة تملي تحب الغالي. وما لها غير الغالي هي كمان. طب بالسلامة. بس ما تتأخروش يا فضل. ما هو المشوار طويل يا عم متولي. فتك بعافية. الله ما حب مشوار طويل غير نحن. العب. جهرسة جهردوب. انت تملي تقلب الجهرسة جهردوب. طب العب تاني. شيش يك. شيش جهر يك جهر بقول. لا امال انت بتشيل الزهرة قوام ليه؟ طب العب تاني. يا ارض احرصي ما عليك. زي الدهب يا بيت. دهب وبس. طب كنز بحال مش عاجبه. انت راح البندر مع فاطمه. انا عارف احنا رايحين نشتري. ما قلت لك عارف انا متولي قلبي. هو يخبي عني حاجه؟ ما تعرف يا الدلع دي واحنا بنسرق. لا سمح الله. سلام يا نعيم. روح. الله لا يسلمك يا عطول. لا يا فاطمة بس حاسة ماني عارفة. يلا يلا. وانتي؟ أنا حستناك هنا. يلا سي حسن. نعيمة ازيك يا سي حسن؟
تسلم يا نعيم وتتهني. وزيك يا حسن. الدنيا ما هي سيعان يا نعيمي. واني كمان كده. اني كده هو يا حسن. كنت خايف ما تجيش يا نعيمي. اني ازاي بقى؟ داني ما صدق. ده كان حلمي يا حسن. ما تتفضلي نقعد سوي. ايوه نقعد سوي. وازيك يا نعيم؟ تسلم يا سي حسن. تعرف يا نعيمة؟ ايه؟ اني بعد ما عرفتك زرعت قدام دارنا شجرة ياسمين. ياسمين؟ ايوه شجرة الحب اللي في قلبي يا نعيمة. تعرف يا سي حسن؟ اني لما ماتت امي بقيت يتيمة خالص. البركة فيك يا نعيمة. وما لقيتش من ابويا حنيه ابدا يا سي حسن. لكن بقى بعد ما تحددت وياك قلبي زي ما يكون عطشان وارتوى كده. واني كمان يا نعيم. اني لما شفتك حبيت الغنى اكتر. اصلي عشقت الطرب من زمان، لكن بعد ما عرفتك حسيت بان الفن اصبح حاجه تانيه في حياتي. ربنا يخليك يا سيدي. انت بقيتي ليا مش كده؟ طمنيني يا نعيم. ما هني لك اهو وعلى طول كده. بس ايه؟ اتحدد يا نعيم. انا خايفه من عطو. اصل عاوز ياخدني. عطو؟ ايوه، لكن انا مش عايزه اروح له. وهو كلم ابوك المال؟ لا لسه ما كلموش. اللي ياخدك ياخد قلبي يا نعيم. سلمت قلبك يا سي حسن. انا قلبي كده زي ما يكون قلبي كده بيدو. خايفة يا نعيمة؟ لا أنا فرحانة يا سي حسن، فرحانة. أنت عندي أجمل فرح يا نعيمة. وأنت كمان يا سيد. من لا أحبابه يا سي حسن؟ لا أنا عمري ما أنسى أصحابي أبدا يا سي حسن. قومي يا نعيمة، آخر قطر حيفوتنا. قومي آخر قطر. اللي واخد عقلك يتهنابه. واللي واخد عقلاني أوصيك تستفاطمي. هو مين يا أخوي؟ اللي واخد عقلي. طب ما أنت مستنظر أيه يا سي حسن؟ ما تروح تخطبها من أبوك كده يا نعيمة؟ اللي أنت عايزه يا سي حسن. طب ما أنت عارفة اللي أنا عايزه يا نعيمة. خلاص يا سي حسن، اتوكل على الله وروح اخطبها. ده يبقى أسعد يوم في عمري. ما تيلبنا يا نعيمة، يلا. طيب أنا مش عايزة أسيبك يا سي حسن. أمال أنا أقول إيه يا نعيمة؟ المرة اللي فاتت ساعة ما افترقني حسيت ان حته من جسمي انقطعت كده. كنت زي المذبوح يا نعيمه. يا سلام، حديثك حلو قوي يا سي حسن. انا مش هشوفك تاني. ازاي بقى؟ انا حاجه لابوك يا نعيم. القطر يا نعيمي. طب نقعد شويه فاطمه. نقعد نقعد ازاي؟ القطر يفضني يا نعيم. طب السلام يا سي حسن. كل خطوه الف سلام. تعزي حبايب. أنا لفيت بلاد الأرض كلها ما شفت نظير لجماله. والنبي زي السنيورة يا حسن يا ابني. أيوة يا أمه، دي مالي عناي مالي يا قلبي. أنا بشوفها دلوقتي في كل حاجة قدامي. والنبي وخايف لحسن عطو قريبها يتقدم لأبوها وياخدها. والرأي إيه يا سي حسن؟ مش غير إنك تخطبها. أيوة ايوه كده. تروح لابوها وفي ايدك المهر طوالي وتقول له انا عاوز اتجوز نعيم وتشوف هو بقى يقول لك ايه يا حسن. ربنا يخليك يا امه. ويبقى زيتنا في دقن احسن يا عم متولي. على كل حال نعيمة وياك هتبقى من صالح، وانا ما عنديش مانع ابدا يا عطو. كنت عارف كده برضه. شيخ الباب فحلك الدار يا عم شيخ متولي. طيب كتر خير، عايز نضمنه في سلفيه البنك. طب وانت مالك انت ومال الشبكاني؟ اهم طمعانين فينا وبس. هما الرجاله ودوا الدوره الشونه ولا لسه يا مدبولي؟
ايوه امال من ساعه زمن عم الشيخ متولي. طيب لكن امتى بقى هنكتب الكتاب يا عم متولي؟ نكتب الكتاب مره واحده؟ نعيمه لسه بدري عليها دلوقتي. طب مش يمكن حد تاني يجي يخطبها يا عم متولي؟ لا اطمن اطمن يا عبد، وعد مني نعيمه ليك بس لما تكبر شويه. استاذن بقى يا عم متولي. السلام يا ابني. وقف لعبه منك لو الله تاني قلبه يا صعبه يا بجحتك يا رب. بس بس مش تبلغوني الاول بقت لي يا الف نهار ابيض يا صعطوة. ما تطلب لنا شاي بقى يا غدوة؟ شاي وبس، هات لنا حميده ثلاث براريز وكرسي دخان كمان. ماشي هتتعدل وتبقى عال، والنبي انت يليق عليك الغنى اللي بالقوي يا صعطوة. ايه انت بتقول فيها يا رمضان؟ انا حب اغنى واحد في البلد، بكره ارضي على ارض نعيمي. ايوه هتبقى حاجه محترمه خالص. تمام. يا ابن صبيح يا ابن صبيح. مين يا ابن صبيح؟ رئيس الضابط. يا اهل يا اهل، حمد لله على السلامة يا ابو علي. ازيك يا ابن صبيح؟ تسلم وتعيش الف سنة. الف سنة حتى واحدة. ايوه علشان تغني وتغني. هو في فرح ولا ليلة يا حسان؟ لا احنا جايين نزور الشيخ متولي المناخلي. ما تعرفش بيتهم فين؟ ايوه اياكم لحد باب الدار. مين؟ ازيك يا رئيس الدار؟ كتر خيرك. انا بحب التفاح يا حسن. والتفاحه دي تبقى مين؟ محاسن التفاح يا تحاسن. الله طب ما تتجوز. يا ريت يا اخوات يا ريت. هو الشيخ متولي مش في الدار دلوقتي؟ وما كانش في الدار ده انا اجيبه من تحت تعضيق الارض. ابو علي ده انا خدام خدام. حسن يا ابني نهار ابيض. ايوه جايه اهو. انا شفت حلو يا فاطمه زي الفل. طب طب بص في الجواز انت جبت حلو قبلي. نفسي بدي وش حبه مي او سرح شعري او انا وهو ده اللي مستني على البعد. خدي الشيخ متولي مش هنا. ابي احد الحاج عبد الحق. انا مدهله يا سي حسن مدهله. طب روح راح مدهله يا ابن صبيح. اتفضل استريحوا في المنظر لحد ما يجي. ايه صح اتفضل نشرب القهوه دي. اتفضل. ايوه اما اتفضل اني نعيمه مشتاق قوي يا نعيمه. انا كده برضه يا سي حسن الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. أنا جيت أتحدث ويا أبوك يا نعيمة. حق وحقيقي يا سي حسن. إيه؟ إحنا مش اتفقنا؟ إيه اتفقنا. كتر خيرك يا رب. نعيمة أبوك جاي بالسكة يا نعيمة. حسن خد المنديل ده يا سي حسن. ده ريحة الحبايب يا غالية. هدي يا نعيمة. إيوه أختيني. اهلا يا اهلا 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 يا وسهلا. لسه ما شربتوش القهوه؟ احنا اصحاب دار يا عم الشيخ متولي. انت طولت اللحيه كلها يا رجاله. نورك انت يا عم الحاج عبد الحق. اتفضلوا اتفضلوا عن اذنكم دقيقه. اتفضل 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 يا حسن. نعيمه اهلا. نعيمه ايوه يابا شوفي بوش فراخ واعملي اكل للطيور. من عليا يابا من عليا. استعجلي على قد ما تقدري. يا ما شاء الله ما شاء الله. ايوه يا ست نعيمه شوفيني كده فرختين عتاقي مش برابر عاوزه كل عتقيه وعتقيه لكن تمام. من عينيا يا ست نعيمه. يا ما شاء الله حاضر. والله احنا مبسوطين قوي عشان الحاج عبد الحق موجود معانا. كتر خيرك يا ابني. انا جاي اتحدث وياك يا عم الشيخ متولي في موضوع كده. خير يا حسن؟ هيكون ايه يعني؟ ما هو خير ان شاء الله. ده موضوع يتقدله الشموع. بتقول ايه؟
رمشي عينه اللي جرحني رمشي عينه رمشي عينه اللي ذبحني رمشي عينه رمشي عينه اللي جرحني رمشي عينه رمشي عينه اللي ذبحني رمشي عينه. بتقول ايه يا ابن صبيح؟ بغني مش عاوزني اغني ولا ايه؟ ما انت تسلاقي غير مغني حسن المغنواتي. ما تقول حاجه تانية يا بلد. اصل حسن المغنواتي هنا. حسن المغنواتي هنا جاي يزور عمي متوالي. غراي وليه يعني غراي؟ وهو فين دلوقتي؟ في دار عمي متوالي. ونعيمه فين نعيمه؟ في دارهم ضروري. الله 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 يزعجوا هيني يزعجوا ما يمشي الدار من قدامي. عايز اضرب اي حد يا اولاد. عايز احسن اي حاجه. رمشي عينه اللي جرحني رمشي عينه رمشي عينه اللي جرحني رمشي عينه رمشي عينه رمشي عينه رمشي عينه فاطمه هتواجهي فاطمه. يا رب استر يا ساتر. الله ما تدخل يا عطوه. مش حضرة حسن المغنواتي واقف كده ليه يا عطوه؟ مش تسلم على الضيوف؟ تصرفنا. والزياره دي ليه امال؟ هي الناس ما تزورش بعضيها؟ تزور بس في ايه يا؟ اصل سي حسن جاي طالب القرب. طالب القرب؟ ازاي بقى؟ ودي بقى ايه يا عطو؟ ودخلك ايه انت يا طبار؟ احنا برضو لسه بنتحدد يا عم الشيخ متولي. يعني عايز نخرج منها يا مغنواتي؟ هو ده رايك يا عطو؟ ايه رايك انت يا عم الشيخ متولي؟ والله احنا بنجوزش بناتنا لبتوع المباني. انتوا فاكرين بناتنا غوادي؟ بقى هو ده كلام ينقال؟ واكتر من كده كمان. حددنا انا. انا اللي جيت طالب القرب مش هو. طب اتفضلوا بقى من غير ما تروح. بزياده يا عطو. بلاش ايد الحي. حسن بالذوق كده احنا لسه ما عندناش بنات تتجوز. متشكرين قوي. يلا بينا يا محمد. نعمان يا اختي دول خرجوا يا فاطمه بينهم يا حسرتي يعني. روحي يا فاطمه والنبي شوفيهم روح ساليهم. بالهداوه يا اختي ما هو كله من حقه لكن الصبر طيب يا نعيمي. وهي المغنى عيب يا محمد. مين اللي قال كده؟ امال ليه ما رضوش يجوزوني نعيمي؟ دي تمحيتي عطوه هو السبب. انا برضه بقول كده يا محمد. والعمل انت عملت اللي عليك يا سي حسن وكل شيء اسمه نصيب. يعني عايزنا نساهل؟ مفيش فايده من سهل يا ابو علي. الحب مش بالايد يا محمد. انت عايز تقطع حته من جسمي وتطلب مني ما اقولش اه. اني صعبان عليا نعيمه قوي يا محمد. يلا بينا احسن القطر وصل. اسمع يا نعيمه. نعم يابا. عطوي كان طلب يتجوزي. اريد اتجوز عطوي لو النبي يابا. انت رايك ايه يا ريت؟ هو عطوي بعبع؟ ايوه النبي يابا عطوي بعبع. اخرطي قطع لسانك. طول بالك يا عم شو اوعي كده بس دي عايزه قصه رقبتي. بس بلاش عطوي والنبي يابا هاني بعهدك يا سيدي. اتريني اكرم يا تاخدك. انا ما عنديش بنات تحت عوامري. اللي اختارولك هو اللي هتجوزيه. معلش يا نعيم وليه ابويا يضربني كده يا ولاد واني والنبي بحب حسن. الصبر طيب يا اخت الصبر مر يا فاطمه. اه يعني لو تقول اروح له بالليل. تروحي له صحيح؟ اروح له يعني قصدك اني اهرب؟ لكن الناس تقول ايه يا اخواتي؟ وانت يعني هتروحي له عشان ايه؟ عشان انا بحبه يا فاطمه. عشان تتجوزيه على سنه الله ورسوله. ايوه اروح له ونتجوز يا فاطمه. وهي دي عيبي؟ ما هيش عيبي يا ولاد. لكن ازاي اروح له يا اخواتي؟ اسافرني الاول اقابله واساله يا نعيم. صحيح يا فاطمه. ايوه امال ايه؟ انا هبقى عبدتك يا فاطمه عبدتك على طول كده. انت تجراسي يا نعيم ما تزعليش. انا من النهارده هحضر نفسي وبكره من الفجريه هتوكل على الله. طب يلا
بقت يا نظري زي الورده الدبلاني. سلامتها يا استاذ فاطمه. طب ايه رايك يا سي حسن انها عايزه تهرب وتجيلك؟ تهرب ازاي بقى؟ لا يا استاذ فاطمه، هي صغيره يا سي حسن، ما عارفه مصلحتها. انا كل املي نعيمي وعز ما اتمناه انه لمينا بيت واحد، لكن في ذات الوقت ما اقدرش اقول لها تهرب من اهلها يا استاذ فاطمه. ليه بقى؟ ليه؟ انا راجل فلاح وما اقدرش اقول لها تهرب. وانت قلت حاجه، فهي اللي عايزه تعمل كده برضه مستحيل اقول لها تهرب. طب فرضنا هي جات لك برجليه وقالت لك اتجوزني، تعمل ايه؟ الفها قبل فايف قلبي، اطير من الفرح يا استاذ فاطمه. يعني تكتب عليه؟ ايوه، وكل حرف في الازيمه اكتبه بدمي. خلاص هي هتجي لك يا سي حسن من غير اني ما اقول ليه. يا سيدي ما هي اللي قالت دي. ومين هيكون وياها؟ انت يا سي حسن. انا؟ ازاي؟ انا اقول لك ازاي؟ انت بتنامي طول الليل يا ما شاء الله. ايوه امال يا ستي العين، امال اني ما بنامش كتير ليه؟ يمكن اني عيانه. بعد الشر عليك يا ست العين، نومي متغير يا ما شاء الله. شايفه؟ مرتك هدومي وسعت عليكي. قلت بعد الشر عليكي. عطوير؟ ايوه يا نعيم، اصل جايب لك من المركز شويه حاجات كده. حاجات ايه بقى؟ جايب لك منديلين بالترتر والقوي، انما حلوين قوي. حدايق المناديل يا اخوي. وكمان حلقين، انما اخر موضه. مش عاوزه حاجه يا عطوير. يا بنت شوفيهم الاول، ده فيهم مكحله فير والدوات الدواء. الدنيا في عينيا سودا من غير مكاحل. طب خديهم كلهم اهو. يا عطوير ما تخلينيش اكتب على خدودي، هو بديل يا شيخ. ومالك لو اخش من كده ليه؟ عنك معوستي. الواحد لما يحب لازم يتعايد. اه يا عبيطة، ده الحب في الحيشة يا ولاد قوه. انت مش بتحب التفاحة والحب حراق؟ وعدي ومكتوب يا اخواتي، وعدي ومكتوب. ماشي يا حمادة، خلاص روح هات الفلوس وتاخد القماش علشان تتخيل بيها قدام محاسن وتمشي بيها زي الغزال. ايوه انا غزال يا محاسن، غزال يا محاسن. ايه الحكايه؟ نصبيح اصله محوش 5 جنيه. تحويشت العمر يا ولاد. قال يا مستكتر الزمن اكتر، لكن ما فيش اكتر من الحب. ده بحر يا ولاد، استنظروني ريح. الحب بحر يا ولاد، الحب بحر يا ولاد. ده غطوري شاري القماشه ب 2 جنيه. ما هو لازم يكس. فلوس اهي، 5 جنيه تحويشت العمر. هات القماشة بقى، خد. يلا بقى مع السلامة. وعدي ومكتوب يا اخواتي، وعدي ومكتوب. حلال عليكم. أي غزال يا أولاد، أي غزال يا محاسن، أنت فين يا محاسن؟ عايز مني إيه يا ابن الطبيب؟ انا اشتريت القيافة هي محاسن، وهجيب حصيرة وحالة وجرع مية من الزواب، ونادي الرسيل ابو حلاوة واخدم مقامه 2 شهر يا محاسن. 3 4 5 وهجيب دبة شمع يا محاسن. شفتي بقى؟ انت عايز مني ايه فاهمني؟ انا طالب القرب يا تفاح. طب امشي بقى نجرب من قدام. انا وياك يا تفاح. ارشاد ما تفضحنيش بعرضك في كل حته. امشي اروح فين يا محاسن؟ تروح في ده ايه؟ انت لسه عايز تجوز التفاحة ابن صبيحة؟ ايه قرب يا بيه. لا تجوزيني يا محاسن. لا تفاحة لا. مش عاجبك يا ابن صبيحة؟ طب تعالي بقى. لا لا روح في ده ايه؟ خلينا ابو حلاوة، انا طبيبك خلينا ابو حلاوة. فاطمة ردت الروح يا فاطمة. انت عملت ايه؟ ايه؟ مفيش حد. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا اختي.
عملت ايه بقى؟ يا نعمة استني لما القط نفسي من السكر. القط نفسك يا اختي. عملت ايه بقى؟ عملت ايه؟ انت مش قلتيلي لفاطمة ان نعمة بقت في نص هدومها؟ انت مش قلتيلي؟ قلت له ايه يا فاطمه؟ قلت له كل حاجه يا نعيمي. هو مش انا خليها دي. يا نعيمه استني لما بلغي بشويه ميه. بلغي يا اختي بشويه ميه. عملت ايه بقى؟ يا شيخه اخو الاداء اتحدتي بقى يا ماي. تفحط في بطني بطيخه صيف. ربنا يبشرك بالخير يا فاطمه. كل شيء ترتب خلاص. هتروح الحسن يا نعيمة. صحيح يا فاطمه صحيح. وحياتك زي ما بقول لك كده. احياني لو كنت عصفوره تركلي كنت طرت الاولاد. احياني لو كنت زي الهوا اللي بيسري كنت رحت له دلوقتي اهو. هنتجوز يا فاطمه واحب ادني وياه كبير واغسل له هدومه بالدليل من دول واطبخ له لقمي. انا بعرف اغسل واطبخ يا فاطمه. ما انا عارفه يا نعيم. طب وازاي هروح له يا فاطمه؟ احنا رتبنا كل حاجه عشان طيها بالليل. الليله ازاي بقى؟ يا ربي لما اقولك اني هارب الليلة هروح لحسن هبقى مراته في الحلال كده. النبي تخليك معايا يا رب. يعني لقيته بسابع نومي. طب انت مش حدناني يا مشلة؟ ازاي بقى؟ طب داني هحكيلك الليلة حددت الشاطر حسن. هبضاها يا مشلة بس روحي نامي انت اعملي معروف. ايه زي ما انت عايزة. مش اقفل الشباك؟ لا سيبيكي بالامر بس روحي نامي انت اعملي معروف. التفاحة مش عاوزة الإيه. خدها انت يا سيد أبو حلاوة والنبي وتروح لها في المنام وتحنن قلبها عليا يا سيد أبو حلاوة. أحب التفاحة يا ولاد. في حد جاي علينا؟ بحب التفاحة يا ولاد. ده ابن صبيحة. ابن صبيحة؟ أحسن. لا ده بيحب يا محمد واللي بيحب بصحيح ما يعملش حاجة وحشة أبدا. يا ميتنا بعد الحب ولا شيء. يا حسن مرحبا بك يا ابن صبيحة. الله رئيس الطابة. طب ايه اللي جابكم هيني؟ ولا حاجة، احنا جايين هنا في مأمورية. طب خدوني معاكم، يلا تريحوني، وحب سيدي أبو حلاوة خدوني معاكم. ما هو أنت دايماً معانا يا أبو صبيح. طب قولوا لي بقى، أنتوا جايين هنا ليه بقى؟ احنا لا جايين نسرق ولا جايين ماني عارف. عارف إيه؟ أنت بتغني وبس يا دي حاج. وأنا بحب الغنى قوي وبحب التفاحة يا أولاد. بكرة تتجوزي. يا ريت، هو ده معقول. أنا عارف اللي مصحيك للوقتي واللي مع جرح ينام بالليل ويصحابه. انت الفرج يا رب. انت
على فين يا ابو علي؟ مأموريتي خلصت يا ابن صبيحه. سيبني لوحدي يا زي حسن. معلش المره دي. اتفضل انت يا ابو علي وانا حددني شويه مع ابن صبيحه وحصلكم بعدين. زي حسن. نعيمه. كنت قلقان عليك يا نعيمه. أني فرحانة يا حسن، فرحانة وخايفة. خايفة؟ لا بس يا أخوتي الفرحة يكون فيها حاجة تنقص النفس، يعني لازم الهناوي يكون فيها مرار. ما فيش مرار قدامنا يا نعيمة، الدنيا كلها بتغني حواليني، والزرع ريحته عطر خالص، والليل بيزقزق بصوته الحلو زي العصفور. أني مستريح قوي لما أشوفك يا حسن، أني في حلم ولا في علم يا أخواتي؟ في علم يا نعيمة، خدي حطي فوق هدومك العباية دي. أنا خايفة لأبويا يجي وراي. يجي يا نعيم، دي حياتنا إحنا اللي بنعملها بإيدينا، وإحنا خلاص بكرة هنتجوز. خدني يا سي حسن، أنا معاك، نفسي أدني على طول كده لحد ما أموت. الحق يا راجل، تلحقوا. إيه؟ يلا. مع السلامة يا أولاد. حبوا بعضكم يا اولاد. أنا بحب التفاح يا اولاد. مع السلامة يا غرام، مع السلامة. وانت كمان ماشي وخايف يا ابن صبيح؟ خايف؟ خايف من ايه بقى؟ لا تروح البلد دلوقتي وتقول لهم حسن ومحمد كانوا هنا. يا سيدي مش رايح. ايه؟ وش عرفني؟ يا سيدي كتفني. ايه؟ وليه بقى كتفك؟ علشان تطمن. ايه؟ احنا مش عاوزين حد يعرف لغايه الصبح بس. لغايه الصبح؟ طب كتفني بقى، والله العظيم لا انت مكتفني. يا راجل بلاش كده. ما هم الصبح هيفكوني، بس هات حبل الحصان من عندك وتعالى كتفني. ايه؟ زي ما انت عاوز. ايه؟ لاجل ابو علي ما يطمن. ايه؟ كتر. ايه؟ 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 كمان دور. ايه؟ سلم لي على ابو علي. يوصل. مع السلامة يا غرام، مع السلامة. وبعدين يا سيادنا، ده حسن راكب الروان ومعاه رئيس الطبل محمد المغربي، وسبعه الليل بقت قدامهم قطر، وما يقدر على الفرسان الا رجال شجعان. وكانت الدنيا ليل يا سيادنا، طلع عطوة ورجالته، وقف حسن ورجالته، ودار القتال. اديله في قلبه يا حسن، اديله جامد يا حسن، وقع الجبال عطوة. عطوة ده يستاهل يا رجال، ده عايز ياكل الدنيا بحالها يا حفيظ اللي محد يقبله ريحك. وبعدين يا سادة يا كرام، قام ابو علي الفارس المنصان، اخد نعيمة في ايده وطار مثل الرياح يا اولاد، وسبعت الليل باكت قدامه. صحيح اللي بتقوله ده يا عادل؟ بتسأل نفسك يا عطوة؟ انت؟ ايوه صحيح. دي من ولا اخي؟ محدش منكم له دعوة. كنت مشطر على غيره. بلاش الكلام ده احسن. احدها كلمة منكم يوفرها على روح. يلا بينا. فضيحة بصحيح يا عم تولي. بصحيح يا عم. انا ماشي وراسي في الطين. كل شيء يتصلح يا عم. يتصلح؟ هو اللي بيتكسر يتصلح يا عم تولي؟ بالعقل يا عطوة، بالعقل. هو عاد في عقل. انا لازم اطخ المخنوات. انت شايف ان ده حل يا عطوة؟ ما عايزني ارقص للفضيحة؟ سيبك من افكار دي احسن. طب وايه الحل يا حاج عبد الحق؟
شوف يا شيخ متولي، مفيش إلا إننا نسافر دلوقتي. نسافر عشان إيه؟ أهو نطلع على بلد حسن ونشوف لنا صرفة. إزاي بقى؟ زي ما بقول لك كده، أنا عارف حسن راجل طيب ومش ممكن يخيب رجال. حسن اللي خطف نعيمة؟ بدا اسمه كلام يا عم متولي. يا عطو يا ابني، إحنا بدنا نوصل لنتيجة، اصبر شوي. وحياتك يا شيخ متولي، مفيش غير اللي بقول لك عليه ده. يلا بينا، بس عطو ما يجيش معانا. ليه بقى؟ بص اسكت أنت، إحنا مش عايزين نولع فيها نار. عايزين نحل الموضوع بالعقل. واحنا قدامنا ايه غير كده؟ اهو نروح لعمدة بلدهم وهو يساعدنا. يلا بينا. يلا بينا. محمد المغربي، وسبوعة الليل بقت قدامهم قطر، ولا يقدر على البردان إلا رجال شجعان. اسم النبي حرسك وصينك يا نعيمي، يا ما كان نفسي بنت تونسني يا حيلي. انت هنا بنتي يا نعيمي. كتر خيرك، والنبي انا كان نفسي اشوفك من زمان. النبي نعيمة هتبقى عز من اختي كمان يا امي، وهتفضل من صنع هيني لحد كتب الكتاب. وامتى كتب الكتاب يا حسن يا ابني؟ النهارده طوالي يا امي. ايوه كده فرح قلبي يا حبيبي. انا عشت ونسيت اللي تمنيته. وأني كمان. والنبي. وبعدين هنعمل صوان محترم وندعي الناس كلهم ونعمل فرح يليق لنعيمه بصحيح. محروسين من العين يا حبيبي، يا دي الهنا اللي انا فيه يا ولاد، يا دي الهنا. اما اروح ابشر خالتك يا حسن يا ابني، دي الناس كلها هتفرح في البلد قوي. اتاخريش النبي يا اتاخر ازاي يا حبيبي؟ هي الدنيا سايعه من الفرحه يا ولاد. تعالي لما افرجك على بيتنا يا نعيم. تعالي. شفتي بقى بيتنا صغير ازاي؟ حلو خالص يا سي حسن. بيتنا جميل عشان طالل على الوادي الاخضر ده. تمام كده يا سي حسن. ومن دلوقتي هيبقى اجمل عشان هتعيشي فيه يا نعيمي. صحيح يا سي حسن. اهو انت هتبقي تفتحي شباكك على الوادي اللي مليان زرع وميه. وانت هتبقى تيجي الدار تلاقيني مجهزه لك كل حاجه يا سي حسن. وانت هتلاقيني دايما بغني لك يا نعيمي، بغني لك من جوه قلبي. يا حلو يا ولاد، ما تفرحنيش قوي يا سي حسن. ليه يا نعيمي؟ احنا مخلوقين علشان نعيش ونفرح ونغني. مش عارفه ليه كل ما اجفح الاقي حاجه في مخي كده تقول لي يا بنتي عبيطه ما تفرحيش اوام. اه يا بنتي عبيطه، بكره تفرحي كتير يا نعيمي، وهو محمد المغربي راح يجيب المأذون وخلاص. وتفتكر هيجي امتى يا حسن؟ بعد صلاه المغرب على طول. والمأذون مع حد فاتر. وحنكتب الكتاب النهارده طوالي. انا مش عايز غير بنتي يا عمدي، ده طلب عندك حق فيه. واني بدي اقابل حسن. على كل حال نبعت من ده له حال. يا عبد الموجود، عبد الموجود. ايوه يا عم. رحت نادي حسن المغنوات تخليه يجي وياك دلوقتي طوال. حالا يا عم. ما تتفضلوا قهوه كمان. متشكرين يا عم. ده يا سي حسن. أبو علي. مرحبا يا شيخ عبد الموجود. يا سيدي في جماعة عايزينك حدا العمدة. جماعة مين؟ واحد اسمه الحاج عبد الحق، والتاني أظن اسمه متولي. متولي المناخلي؟ الظاهر كده. ودول من إمتى حدا العمدة؟ من ساعة بس. بأنهم جايين من صبر. طيب روح انت وانا هحصل. سلام عليك. وعليكم السلام. ما تتأخرش يا ابو علي. حاضر. ابويا وعطوي مش كده؟ اطمني يا نعيم. اطمن ازاي يا حسن؟ انا مش عايزه حد ياخدني، مش عايزه حد ياخدني. قولوا لهم نعيمه ماتت.
انت في حضرتك عينيا من جوه نعيمه. هم ما لهمش حضرتك حاجه ابدا. انا رايح اشوف عاوزين ايه وارجع لك تاني يا نعيمه. داني غلبان كمان يتيمة الأم، وانت عارف يا رب اني بحب حسن قوي خالص. النبي تخليك معايا، والنبي يا رب وتنصر حسن. ولا احنا يعني مش قد المقام؟ لا يا ابني ما تقولش كده، محدش يقدر يفرق بين اتنين عايزين يتجوزوا بعض يا حسن. بس ما كانش واجب تعمل كده برضه يا حسن. انا ما عملتش حاجة تغضب ربنا، نعيمي من صمت الشرف وقاعده وياي زي اختي تمام. انا عارف انك راجل شهم وعفيف يا حسن، ومفيش مانع من الجواز يا ابني، ده حلال. طيب خلاص اهو المأذون جاي حداني. وعشان ايه المأذون دلوقتي؟ عشان يعقد العقد يا عم الشيخ متولي. لا الشيخ متولي عاوز ياخد بنته على بلدهم الاول. وليه ما يتمش العقد دلوقتي ما دام موافقين على الجواز يا عمدي؟ لازم تحفظ كرامه نسيبك بين اهل بلده يا ابني. ده كلام مظبوط يا حسن، البنت لازم ينكتب كتابها في بلد ايه وفي دار ابوه. طيب لكن انا اسمع كلامي يا حسن يا ابني، انا اتفقت مع الشيخ متولي اننا ناخد نعيمه ونسافر على البلد، وبعد كده تيجي انت تكتب كتابك حدانا. طيب مين يضمن الكلام ده يا حاج؟ دي كلمه شرف اني مربوط بيها قدام العمده وقدامك يا ابني. يبقى خلاص يا حسن. خلاص. طيب ونعيم مين يضمن ان محدش يأذيه؟ أنا ضامن كل حاجة، أنا. أمرك يا عم الحاج. أنا عارف إنك راجل شهم يا حسن. وعلى كل حال أنا حلاقي فرح في الدراكسي بعد كم يوم. حنبعت لك مرسال على الفرح يجيبك حدانا طوال. وتطمن نعيمة لك وأنت النعيم. مش عاوز اروح وياهم، انا اصلي بحبك انت قوي يا حسن. وانت عندي احلى من الدنيا بحالك كده. انا خايفه من رجوع وياهم يا حسن. لا يا نعيم، ده اتفاق رجالي وكلها كام يوم، وهروح فرح الدراكسي وهستنى مرسال ياخدني من الفرح عليكم طوالي. كان قلبي دليل وديني سايبك دار اهو. كل شيء هنا هيفكرني بيك يا نعيمه. انا حبوس كل حاجه شافتك في الدار يا نعيمه، ايام فرق قليله وبعدها اللقى. أنا اتفقت وياهم على الجواز ومش ممكن يرجعوا في كلامهم. طيب أنا عايزة حاجة منك يا حسن. عينيا يا نعيمي، يعني تذكار كده؟ أيوة تذكار كده. حرام عليك اللي تقوله انا هعمله يابا. ما فضحتيني، انا بعملك وخلاص. هي لازم تعمل كل
كل ده يا عم الشيخ متولي؟ بس يا بنت انت كمان، انا هخليكي هنا في سجن كده. ست نعيمة ازاي تضربها كده يا شيخ متولي؟ امال كنت عايزنا نحللها يا حاج عبد الحق؟ احنا اتفقنا ان مفيش حد يأذيها. البنت عشان تنصلح لازم ينكسر لها ظل. ايوه تستاهل حش رقبتها. بلاش الكلام ده يا عطوة. انا بقول الاصول نعيمة تستاهل حش كده. اصلها فضحتنا يا حاج عبد الحق. اهل يقعد ويان وحسن برضه طلع راجل شهد. شهد؟ اوام عملت من قبل شهد؟ وهو حسن دي كان يقدر يعمل ايه غير اللي عمل؟ كان يقدر يلغي متنا، لكن هو برضه اشترانا. اشترانا؟ المغنات الشحات؟ والله لا قطع خبر وقطع. قلت بلاش الكلام ده يا عطوه. المساله دي ما تدخلش فيها يا حاج عبد الحق. بس يا ولد بلاش تعدي وقول لي تحيي. انت جاي تشتمنا في دارنا يا حاج عبد الحق. عطوه بزياده يا عطوه. انت ناسي اني ادبوك ولا ايه؟ اصل نعيمه موعوده لعطوه يا حاج عبد الحق. موعوده لعطوه؟ طب ازاي ارتبطت مع حسن دي كلمه شرف؟ انت عايز واحد غريب ما يمتلكش ولا بوصي يجي ياخد ارضني؟ طيب ليه اتفقنا وياه؟ على ايه؟ نبعت له مرسال في فرح الدركسه عشان يجي يكتب الكتاب بسلامته. ده مستحيل. انا كنت عايز اخلص البنت وبس. تخلص البنت بالكد؟ اما انا اغرقها بالسود؟ اخرج منها يا حاجة قبل ما تخربها. والله ما حد هيخربها غيرك انت يا عطوه، وانا استاهل اكتر من كده تهزيل. ومن دلوقتي انت من سكه وانا من سكه. يعني انا عملت حاجه يا اخوات؟ معلش يا ست نعيمه معلش. يا مرحب يا مرحب. ده انتوا ليه كنت الليله؟ نورت الدراكس يا ابو علي. الله يكرمك. نورت البلد يا قمر. يا الف يا رب يا ابو علي. نعمينا. تسمح في كلمه؟ اتفضل. انا مرسال من حدا الشيخ متولي. يا 300 مرحبا. يا اهلا وسهلا. خير؟ الشيخ متولي بعتني علشان اقول لك اول ما تخلص من الفرح تروح عند الطواني. طيب كتر خيرك. هو مستنظرك في الدار، كل بده تيجي على طول. وهي دي عايزه كلام؟ بعد ما خلص الوصله طوالي. سلام عليكم. مع الف سلامه يا اخوي. يا محمد. محمد. يا محمد. خير؟ فرجت يا محمد. خير ان شاء الله. الشيخ متولي بعت لنا بعد ما نخلص الفرح نروح له طوالي. كده؟ انا كمان محضر لك الطربوش، طربوش الخطبه. يعني لازم الطربوش؟ امال انا عاوزك تخش عليهم كده وتنقعص وتلبس الطربوش. خلاص. البس الطربوش. خش بقى على الحلوه داري شباك هي. خلينا نضحك. أخوز. سنيورة زي الصورة مرسومة تمام، الشفة وردة فعن قردها أما خدودها تفاح الشام. الحلوة حلوة وسنيورة زي الصورة مرسومة تمام، الشفة وردة فعن قدها أما خدودها تفاح الشام. يا مين يوصلني لأبوها ولا لأخوها أطلب هواك؟ الحلوة. يا مين يوصلني لأبوها ولا لأخوها أطلب هواك؟ الحلوة. الحلوة دايم شباكة شجر الباكة ولا في المساتين.
عسلهم رباني عطشاني يعني يا طور الليل ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنادي يا طور عسلهم رباني عطشاني يعني يا طور الليل ونظرة واحدة ترويني وتخليني أشبع سنتي يا من يوصلني لأبوها ولا لأخوها واتبع مهري الحلوة يا من يوصلني لأبوها ولا لأخوها واتبع مهري الحلوة الحلوة دايم شماكة شجري عملت ايه؟ خلاص قابلته؟ ما قلنا خلاص. وقال لك ايه؟ ده ما صدق. عال مفيش غير السكه اللي تودي على البلد. النهارده وقت المجرم مش عارف ان البندقيه في ايدي مستنزره والرصاص بعد شويه هيمزع قلبه. انا شايف القمر الذي اجمل من كل ليله يا سي محمد. ما هو اللي بيحب يشوف الدنيا اجمل يا سي حسن. بكره بقى هقدم لها الشبكه اللي معايا دي. الشبكه وبس؟ امال ونكتب الكتاب. هيتجمع الشامل يا محمد ان شاء الله. ليلة نهايتك يا مجنواتي. ده حد جاي من بعيد. اهو وصلوا يا رجاله. وده مين اللي هو المجنواتي دي؟ ده باين محمد المغربي ابو لسان عاوز قطعه نطخه اياه عاوز انبه على جنبه. عليك انت طبال سيب لنا المجنواتي. شيخه انا شفتلك في المنام رؤيه حلوه خالص. ما تفسرهاش اعمل معروف الدنيا ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. ماني عارفه تفسير المنام بالليل وحش لكن اصله حلو قوي. حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. طب هو ايه بقى وليه السر كده؟ شفتك في المنام ماشيه بسكه عتمه ايه؟ وبعدين زي حسن طلع على السكه راكب رهبان ابيض. يا سلام. وبعدين وبعدين زي حسن اخدك من العتمه وطلع بيكي في النور ودخلت مسوي جنينه حلوه خالص. يا سلام. الله عويل دول فين مضروبين يا عويل؟ مضروبين يا فاكر يا رب يا فتاح يا علي. قرب يا عويل قرب يا جدع انت. مين؟ سيد حسن مغنواتي. بلدني ودوني بلدني. تعال لي واجب يا معلم. بلدني اجري يا عويش وفي العربية طبعا وضيه. حال انا جنبك يا معلم. بسرعة يا عويش بسرعة يا جدع انت. هو اللي قاتل بقى يقعدوا الراجل ويقدروا بيه. كله سلب ودين يا خسارة شباب. كله سلب ودين كله سلب ودين. ايه يا مشلة؟ سي حسن يا ست نعيمة. ماله يا مشلة؟ ضربوا بالرصاص نصفين.
عملتها يا عطوي. وانت زعلانة قوي. أنا بكرهك يا عطوي، بكرهك. جسدي بيرتعش لما بتيجي خلقتك في نظري. خد بعيد عني. عشان مغنواتي؟ ايوه عشان مغنواتي. عاوز مني ايه بقى؟ طب انسي الجرح ده. اقتلوني حالتي، لكن أنا بكرهك يا عطوي، بكرهك. اخلص يا بنت. الناس كلها بتكرهك يا عطوي، الناس كلها بتكرهك. وانا ما بحبكيش، لكن هتجوزك بره، سامعة؟ هتجوزك. عشان ورثي من أمي، ورثي من أبوي، أنا عارفة دمعك يا عطوي، وعارفة ندلتك كمان. ندلتي؟ دلوقتي هتعرف أنت من الكلمات، انجري قدام. نعيمة كانت عايزة تحط راسنا في الطين مرة تانية. يعني كانت عايزة؟ ايوه كانت عايزة تهرب يا عم متولي. اكيد اصل المرة اللي فاتت ما كسرتهاش كفاية، لكن المرة دي هكسرها تكسير. مش وقته يا عم متولي، لازم في حد بيزن على ودانها. حد مين يا عطوي؟ كان الحاج عبد الحق بيشجعني، وادي احنا اتخاصمنا ولا عادش حد بيشوفه. ما كنت عايزة تهربي تاني يا نعيمة. مش ده الحل يا عم متولي، اصبر شوية. اصبر ازاي يا ابني؟ مش نتجوز ونخلص احسن؟ لا لا لو كان يعمل. ما انت خلاص يا عطوي، هنقرا الفاتحة. امتى؟ علشان اعزم اهل البلد. بكرة طوالي. سلامتك يا حسن، يا ريتني بدالك يا ضنار. ان شاء الله يقوم بالسلامة يا ام حسن. ربنا يسمع منك يا شيخ عبد الباسط. ربنا عارف النار اللي انا فيه، النار يا اولاد. بس لو نعرف مين اللي ضربهم. ده هو بيقول ولا محمد المغربي بيتكلم هو كمان. ده دم يا رجاله، ده طار ولازم يتاخد. كلنا وياك يا شيخ عبد الباسط، بلدنا كلها ويا حسن، كل الناس عايزين ياخدوا طاره، قرايب واغراب. اخ بس لو نعرف مين اللي ضربني. ربنا ينجيه وخلاص يا شيخ عبد الباسط. نعيم نعيم. اللهم صبرك على ما بلاقي. الشربات حاضر يا عم الشيخ متولي، لكن ما حدش من اهالي البلد حضر. ما هو البركه في ساعتهم. طب دخل شربات جوه المنظره للمعازيم. حاضر. أنيستم وشرفتم. ما تتفضلوا. بعدين هم قرايب لأهل البلد وعزمناهم واحد واحد وعارفين الميعاد كله وما حدش جه. مبروك عليك يا سعطوة. عقبال عندك يا رمضان. وإحنا مستنظرين إيه؟ نقرا الفتح. أهو كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. قريوا الفاتحة صحيح، لكن محدش حضر وياهم، كانوا هما الاثنين بوسهم في بوس بعض وبس. مش عاوزين حسن يعرف الحكاية دي، اعملوا معروف. ومين اللي هيقول له يا أم حسن؟ محدش فينا هيجيب السيرة دي. لكن احنا مش هنستنى، الطار ما بينتظرش الإذن من حد، وده احنا عرفنا مين اللي ضرب. عندك حق، لكن المسألة بدها ترتيب. ترتيب؟ ترتيب إيه؟ كل شيء بأوان يا شيخ عبد الباس. مش تستنوا بس يا حيلي أن حسن يقوم بالسلامة. نستنى. هو حيروح فين عطوة؟ والله أنا كنت عايز أزور محمد المغربي عشان بعد كده أتوكل على الله. كتر خيرك يا حاج عبد الحق، أنا حاج وياك لدار المغربي. اتفضل. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. مع ألف سلامة يا حاج، مع ألف سلامة يا رجال. السلام عليكم. مع ألف سلامة يا رجال، مع ألف سلامة يا حاج. يما حسن. يما أنا يا ضمان. هو مين اللي كان هنا يا يما؟ ده الحاج عبد الحق. صحيح يا يما. أيوة النبي جاي كتر خير ويطمن عليه. مش طمنك على نعيمة يا أمه. ده بيقول إنها عن العار وبتسأل عليك ليل ونهار. يا
ما نفسي اشوفها يا ما يا ما نفسي بكره تشوفها يا ضمان. حي القيوم يا نعيم. قوم يا سامي قوم ساعديها يا ما شاء الله. طيب ده الطبع ده هو اللي فيه الشفا ان شاء الله. ده الشيخ محفوظ كاتبه بايده ومصلي عليه. ربنا ما يورينيش فيكي وحش يا ست نعيمة. اشرب اشرب يا حي اشرب. رب يا رب بالشفا يا رب. بس بس يا اخي تنام بقى يا مدللي. خلاص بكره الصبح هتبقى زي الوردة المفتحة. هو الحدا مش تحت ناسها يا ضنايه. ايوه بالشف بالشف بالشف. تصبحوا على خير. كده برضو يا حاج عبد الحق ما بقاش بينا حتى السلام. لازم الاول يكون فيه احترام بكلام الرجاله عشان يسلموا على بعض. عشان كده ما حضرتش فتحه نعيمي بقى لا يصح. اصلي مش عايز احضر اتفاق على جزر بنيه مسكينه. تقول توز اهل البلد ما يحضروش الفاتحه. اهل البلد من نفسهم كارهين اللي عملتوه. كده يا حاج عبد الحق بقى عشره السنين الطويله راحت هدر. فيه ناس بتهد في يوم واحد اللي بتبنيه في سنين طويله. كنت عايز نعمل ايه يا حاج؟ ترضى جوز نعيمه لمغنواتي ما يمتلكش ولا بوصي؟ ترضى واحد غريب يجي يمتلك ارضنا؟ كل شيء عندك يهون علشان الأرض. قسوتك كانت السبب في مضمراتك وقسوتك هي اللي هتجيب المصايب لبنتك. على كل حال مهما قلت انت نسيبي يا حاج والدم ما يبقاش مية. انت عارف كده كتر خيرك. الله احنا ساكتين ليه يا جماعة؟ ما تغنوا وتفرحونا اما المتيم والصبر يا مان.
على زين الشباب والسهم في ظهوره ويشوف حبيبته خيال يتهزم في دموعه يقول فراق الجحيم يقول فراق الجحيم عرفنا حاجة واحدة بس خير يا سعفان عرفنا إن عطوا ورجالته هم اللي ضربوكم وهي دي حاجة تتعرف بالسهل يا شيخ عبد الباسط إحنا متأكدين يا حسن وكنا مستنظرين لما تقوم بعافية ودلوقتي لازم نأدبهم أدب يعني مش عاوز مشاكل بيني وبين أهل نعيم يعني يضربوكم ونسكت سهل إن الإنسان يغدر يا شيخ عبد الباسط لكن من الصعب إنه يبقى وافي وأمين هم غدارين وإحنا ضدهم على طول يا ست نعيمة بقالك يومين ما دقتيش حاجة هو ده هرد ربنا يا اخواتي معيش نفسي يا ما شاء الله طب مش تدوقي لك شوية مرقة يا شيخة انا اخوي الايداء ده اللي مزودة لها المستكة والحبهان مخصوص شوفي كده مش عايزة مش عايزة ياد الهنا يا نعيمة ياد الهنا اسم الله عليك انت لسه نايمة يا الدلعة دي وعيانة قوي يا فاطمة عيانة يختي فوق مروقي ده حصل ربنا نجاه ربنا يخليك سنين كتير قوي يا فاطمة يعني انت عرفت ان هو سهل والناس كلها عارفين اللي هتعيش على طول يا سي حسن لما نفسي كده اشوفك دلوقتي يا سي حسن مش انا لوحدي كل الناس عايزه تقدم اللي ضربكم بلاش الكلام ده يا شيخ عبد الباسط انا بستغرب انت مستني ايه علشان ترد عليهم ما قلت 100 مرة انا مش عايز امس حد من اهل نعيمة يعني عشان نعيمة ايوه عشان الورد ينسي العليل وإذا كانت الوردة انقرت فتحتها نعيمة انقرت فتحتها واللي قرى فتحتها عطوة كمان عطوة؟ أيوة عطوة اللي ضربك وضرب المغرب يبقى لازم أروح لهم دلوقتي أهو كده خلينا نروي غليلنا يا أبو علي لا أنا مش راح أتعارك يا شيخ عبد الباسط ما رحت انا ليه؟ في كلمة شرف مربوط بيها الشيخ متولي وياي لما اشوف هيودي وشه فين قدامي. انت يا ابني ليك خروج دلوقتي؟ انا بقيت عالي يما. حسن استنظر يا حسن لما اجيب الرجالة. انا مش عايز حد وياي. ام حسن انا رايح اجيب الرجالة. طيب يا شيخ عبد الباسط. خلاص يا حسن يا ابني روح برضه زي ما انت عاوز لكن ضروري تبقى وياك عزوه الشيخ عبد الباسط راح يجيب الرجاله قلت لك مش راح اتعارك ياما انا راح اتحدد مع الشيخ متولي حسن من دم وشرب كده فين هو المغنوات يا حاج عبد الحق يا حاج عبد الحق يا رجال عطوه راح يتحرك مع حسن مغنوات فين يا ابني عند قهوه كيش واحنا هنسيب حسن كده نروح نقسم وسط عطوه
ايه دفعتكم يا اخي بلدنا؟ يلا بينا. ثلاثة بالله العظيم لو اقرا عمل حاجه يا ضرب الله. يا عبد القادر ولم رجالي وتعالوا لنا عند اول كيسك. يا عم الشيخ متطلق. ارحى يا عم الشيخ متطلق. جرايه يا عدلي ايه اللي حصل؟ حصل مغنواتي مالك؟ وقع مع عطوه. فين يا عدلي؟ عند اول كيسك. طب تعالى وياي نلم الرجاله ونروح لهم. حسن، أم حسن أنا خلاص اتفقت ويا رجالة. فين حسن؟ حسن سافر يا شيخ عبد الباسط. سافر؟ دول يجزور قادر. طب اعملوا معروف الحقوه يا رجالة، الحقوه. يلا بينا يا رجالة. يا بلدنا تعمل ايه يا رجل؟ ودي بلدك انت لوحدك؟ أنا جالي شيخ متولي. وقف عندك. عايز تقول ايه للشيخ متولي؟ انا زيه تمام. دي مسألة بيني وبينه. لا، دي بيني وبينك انت. يا عطوة سيبنا أحسن. بتبص لي كده ليه يا هذا؟ صحيح. دلوقتي بخاف من نظرة الناس يا عطوة. ليه؟ هو أنا زيك؟ بسرح في البلاد؟ وأشحت بالمسمار؟ أنا عطوة من غنوات. عطوة اللي عايش بالنهب والسرقة، مش كده؟ عطور المغنواتي بيتعاركوا. مغنواتي ندوق دماغه ونخلص. يلا بيني. تعالوا هنا، انت فاكر الدنيا زي بقى؟ طب انت مالك انت؟ لا ده انا مالي وكسور. خلي عطور يعرف انه حسن قد وقدود. بس ما لاش اتحايل. الكلام ده كنت تقوله زمان يا غدوري، انا مش لوحدي هنا، الرجاله كلها معايا. اجرب قدام نضرب حد.
المسألة بسيطة خالص وكل من كان يروح لحاله. احنا مش هنتنقل من هنا، احنا جايين بس عشان نحميك، لكن اذا حد اتحرك هنضرب طوالي. انا مش عاوز دم يا شيخ عبد الباسط، انا جاي اتحدث يا شيخ متولي. اتحدث وياه واحنا هنقف هنا. يلا بينا يا رجالة، يلا بينا، يلا رجالة. انا جاي اكلمك في كلمه قدام الناس كلها. اتكلم. انت اتربطت وياي بكلمه شرف انك تجوزني نعيمي، وده حصل في بلدنا قدام الحاج عبد الحق كده يا حاج ولا لا؟ كلامك مظبوط يا ابني. ايه اللي جرى بعد كده يا عم الشيخ متولي؟ انا عاوزك تنفذ كلمه الشرف وبس. اصل المساله يا رجاله حسن حسن يعني عاوز يضربك ونسكت؟ نسكت دلوقتي. سلامتك يا ابو علي، سلامتك. مبسوط يا شيخ متولي؟ خليك انت بره احسن، وسيبنا احنا نصفي حسابنا مع عطوه. اللي هيقرا من ناحيه عطوه، سامعين؟ خليك انت يا حاج عبد الحق، انا هروح يا عم. ابعد عن الشيخ متولي، ابعد. عيب، هات البندقية. سلف ودين مع السلامة يا غراب. اني هتغسل لك هدومك يا حسن، وخاف عليك كده من الهواء الطاير. وأني من مجلس حسن، بعرف أعمل أكل كويس أوي خالص. وأني يا سحسن، أنت خلاص بقيت لي وعلى طول على طول كده لحد ما موت يا نعيمة. يا حبيب قلبي يا سحسن، يا روح قلبي يا نعيمة. حسن ونعيمة، قلت الحب